في وادي بايوت بمحافظة حضرموت نجحت أول عملية استزراع سمكي، حيث استطاع عبد الله العامري وأشقاؤه من أبناء مدينة تريم بتأسيس واستثمار أول مزرعة للأسماك في اليمن. بعد حوالي 5 سنوات من العمل، أبرم العامري عقداً مع 2 من خبراء الاستزراع السمكي من جمهورية مصر، ليبدأ العام المنصرم العمل الفعلي في المشروع، والذي أنتج قرابة 400 ألف سمكة صغيرة وعشرة آلاف سمكة كبيرة. والله الحمد لله، إن شاء الله بعد نجاح المشروع. إحنا أول بيع كان قبل يعني حوالي 3 شهور، هذا أول دفعة طلعناها سوق. يعني طبعا تطلع على يعني دفعة، مش تو طلعوا تركيز طبعا، والمرحلة تكون 6 شهور. إحنا إن شاء الله ذا الحين هذا الحوض اللي خلفي ذا، إن شاء الله بعد 2 شهر بيطلع 5 طن هذا الحوض، وقبلها قد طلعنا. لكن السوق المحلي هنا ما يعني اغلبهم هنا ما يحبوا السمك ذا. ان شاء الله نبغى نرغب الناس انهم يحبون، اغلب هنا في حضرموت ما نطلعوا الساحل ويشلوه يصدرونه. اعتمد المشروع في بدايته على نوع واحد من الاسماك المسمى البلطي، وهو نوع من اسماك البياض موزعة على 12 حوضا مائيا، منها 5 احواض للتفقيس و4 احواض للتحضين و3 احواض لتسمين الاسماك، بالإضافة إلى مصنع للأعلاف التي تتغذى عليها الأسماك. بعد ما جينا من مصر جابنا الأخ عبد الله العامري، فطبعا حاولنا إن احنا نعمل تجربة للحواط الطينية اللي هي التربة الطبيعية، فعملنا حوط اهو الحمد لله جرب معانا ومسك. يعني بنزيل حاجة اسمها المشمع وبنعمل التربة الأرضية. الحوض هنا بيشيل دلوقتي 25 ألف سمكة. تمر عملية الاستزراع السمكي بمراحل مختلفة حتى آخر مرحلة لتكون الأسماك جاهزة للتسويق، حيث بلغ عدد الإنتاج منها ما يقارب 10 آلاف سمكة، صدرت الدفعة الأولى إلى المملكة العربية السعودية إضافة إلى الأسواق المحلية. السمكة 450 جرام على مدار 7 شهور. جاهز؟ لا خلاص، ده جهز خلاص، ده للسوق، يتعرض على السوق حاليا. يأمل مالكو المشروع من الجهات المختصة تشييع مثل هذه المشاريع الرافدة للاقتصاد المحلي من خلال إعطاء التراخيص الاستثمارية في مجال الاستيراد والتصدير والمساهمة في حل كافة الصعوبات التي تحول دون تطورها. بعد محاولات استمرت لأكثر من 5 سنوات هنا في هذه المزرعة بتريم، حقق مشروع الاستزراع السمكي الاستثماري الأول نجاحا بارزا، إذ يعد رافدا اقتصاديا ووطنيا سيسهم في التنمية المحلية، كما سيعمل على تخفيف البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة تريم، حضرموت.